وهذه يعتبر مهم جدا. المساله لا علاقه لها بالحلال والحرام، مساله ماشي تكلم الحلال والحرام، ما تجيش تقول انت تحرم للمراه تخدم وتحرم، ما مش نحرم لك حلال وخدم اسيدي. روحي وفقي وفقي وفقي، حافظي على الامومه تاعك، حافظي على دينك، حافظي على الامومه تاعك، هذه ثلاثه حافظي عليها وروحي تخدمي معاهم. وروحي ارجعي لي خبر وقولي لي واش راهم يريدون بك. راني نتكلم عن المنصفات، راني نتكلم عن المراه اللي حقيقه تريد ان تلعب دور المراه. اول شيء بين الزوجين ان يعرف كل واحد منا حقيقه الاخر وخصائص الاخر. شوف المراه لها خصائص والرجل عنده خصائص. انا ما خلاش حد يتكلم في الخصائص لان المساله طويله شويه وتحتاج الى كلام اطول واطول. من بين الامثله المراه تغلب عاطفتها عقلها. عندها العاطفه اكثر. سريعه البكاء، سريعه الانفعال، سريعه الرجوع، وسريعه التاثر. هذه المراه تقدر تتاثر بكلمه تقول لها كلمه تقدر تشوفها معاها وتقول لها كلمه طيبه، مش مشكله. المهم كلمه طيبه من خليفه. تقدر تشوف المراه من خصائصها تبني سعادتها كالطفل الصغير، تبني سعادتها على اشياء بالنسبه لك انت حقيره جدا. شوف المراه، المراه واحد تقول لي عندك الحق، المراه دوكا شحال راه اكتوبر ولا لا؟ لو كان دوكا يجيها عرضه يقول لها في جوان جاي، جوان جاي كاين العرس عاود عمك ولا بنت عمك ولا دار العيله ولا كذا ولا تاع اختها ولا من دوك تبدا تحرك العرس واش تلبس؟ من دوك تبدا توجد العرس ونهار العرس ونهار العرس ونهار العرس. يعني هذيك هي ريبانيه السعاده تاعها والفرحه تاعها تبني شهور كاملين على جد عرس لحسرها. وانا اعلم انا حضرت ناس اطلقوا المراه طلقت من زوجها والله على جد عرس مازال معاه عرس تاع وليد خوها ولا وليد خوتها ولا في العائله. قالت له انا حضرت، ما تحضريش نحضر ما تحضريش. قالت له انا العرس شوف نضحي بالعائله كامله. عندها عرس حاجه كبيره، خليها في هذيك الحكايه تاعها، خليها تروح لنفسها في الحاله اللي تكلم الحاله. الان عندها حاله اعطيها قيمتها. قال حبيت تقضي روحي تلبسي كاع العرس، هي المشروع تاعها كبير في الحج في العرس. وانت كيما ربما كان يقول لك خلص القرعه تاع الحج وراك رايح مثلا في الجمعة هذاك رايح للعرس للحج، تولي انت والمراه كيف في العرس وانت الحج نفس الفرح تبقى فرحان انت. فالان سعادتها ما تقولش واش العرس انتم جاي حين انتم تعرفوا واش فيه العرس جاي حين انتم. لا لا، هذه عقليتها هي بالنسبه لها حاجه كبيره. انت كي كنت صغير، كنت صغير لو كان نقول لك واحد يدير لك يشري لك علبه تاع الشيكولا تفرح حياتك او تفرحان من هذه الحكايه هذه. ولا هو ما نقولكش يا اخي جاي يا اخي الناس تفرح بالموبيل تدفع بشيكولا. وعلى ما نقولكش انت جاي يا اخي خاطر تدافع على قد عقلك. فلو كان كل واحد فينا يحترم الاخر بقدر عقله نعود خلاص نسافر. وقال هذا مسافر خليها يا كيف الحلال خليها، هل نقعد نتبع فيها وش هذا وش راكم ديروا وعلى درتوا هذه وعلى درتوا هذه؟ ليه خليها المراه هذه نسرى بك السوء حكاية تظل يحب ويحكي وخليها تحكي. المهم تحكي في الحلال. أنت الآن بعض الأمور إحنا نوقف عندك أكحبها تولي راجل كيما أنت. أحيانا نحب إنسانا ورجال هذا غلطة. عاملها بأنوثتها، عاملها بالأنوثة تاعها. النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة يلعبون في المسجد، رجال من الحبشة يلعبون في المسجد بالرماح ويشوفوا الرجال يشوفوا. جات عائشة دخلت راسها مدى في الكتف تاعو وقاعدة تتفرج حابة تشوفهم كيفاش يديروا. لو كان واحد آخر جيتي في وسط الرجال داخلة هنايا ما تحشميش انك تشوفي في الرجال وكذا امشي روحي انت ماكش بتقاصر يسبها ممكن يسبها. خلاها النبي يتفرج عادي، خلاها تشوف حاجة عادية وتمر ماشي حرام، ماشي حرام. في الحرام لازم تولي أسد. قال واش الراجل هذا خلصني معاه ما يقولكش. قال واش هذه الموسيقى هذه في الدار؟ قال واش راك تشوف الفيلم هذا يا عيب؟ قال واش راك لابسه لبسه اللي قدام الراجل؟ عيب هذا ما يتعلمك بس اسطري نفسك امامه. اسمع الان في هذا الموضوع انت لازم هنا تولي راجل. لعلى لان تجاوزت حدود الله. والمرأة في القرار النفسي تاعها هي المرأة الصالحة ماذا بها واحد يعاود على بعضها. حتى ولو انها تغضب منك وتقول لك صحيح ما يحبش زوجي ما يحبش.
فالان انت تعرف لازم تقيمها وتعرف. شوف الان نعطيك مثال، تصور انت تعرف الناس، تعرف الناس وكلاو الناس هذوك كلاو. اول سؤال سالك المراه ولا المراه تاعك شنو؟ عجبتك المكنه؟ لو كنت تقول لها يا ودي والله راه عباك ما يحبسوا على الزياده بعد عباك باللي قادره هي تولد تفرح فرحه كبيره. هذا هو اسرار السعاده، نقاط السعاده بالنسبه لها. تقدر انت تحكي لك تقول لها ما شاء الله اللهم بارك والله اللي يعطيك الصحه تفرح تشوف سعاده تقدر تتجوزك على شهر في حياتك. احنا الان نقدروا نعيشوا بهذه التقنيه كما يقولوا التقنيه سميها كان يتفنن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة كذلك تدرك الراجل هذا بأنه عنده عقل أكثر من العاطفة. إحنا نقدروا عندنا عقل أكثر من العاطفة. يقدر الرجل من قوة الحكمة نتاعه والعقل نتاعه يجيبوا له ورقة يقول له سيدي قطعوا له رجليه بيدك خلاص أنا قطع. خلاص على بالي باش مصلحتي. أودي يا رجل بيدك قطع على بالي وما خلوش يموت الراجل. قطع عنده قلب يقدر. على ذلك ربي قال لنا ندفن الناس ما دارهاش الانسان. وانا حضرت سبحان الله في الحرم في مكه وايقظت علاش الناس الحرم علينا على النساء اتباع الجنائز. لان اللقطه هذه كي تلفت الانسان شوف هما كي دخلوا الميت عند الانسان يشوفوه ويجو يجي خارج الميت بالدار يموتوا بلا ملك يجي الامر صحيح بلي هذا الانسان ماشي من الدار. فاصعب لقطه عندهم بالنسبه للنساء خروج الميت الاخير من بيته يبكوا الانسان يبكوا بكاء شديد. تصور هذيك المرأة لو كنت تفتد لها روحي تشوفي كيف دخلت في القبر. في القبر أشد. القبر كاين ساعة الناس عمرها ما شافت قبر من هنا مفتوح. لو كان تدخل الميت وتحطه وترمي عليه التراب قادرة المرأة تطيح. في يوم من الأيام حداش الجنازة مرت علينا بعد الانتهاء من صلاة العشاء أو المغرب في 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 مكة. شوف سبحان الله احنا واقفين في مخرج الحرم هما جازوا الجنازه، النساء اللي كانوا قدامنا كانوا طاحت شافوا الجنازه اول مره تشوف جنازه ابدا لان عقلها ضعيف والرجل قلبه قوي. اذا المراه لازم تدرك ان الراجل عنده قساوه ربي دارها لحكمه باش يكون توازن في البيت. لازم يكون واحد قوي عنده عاطفه بصح القوه تاع الحكمه اكثر من العاطفه. ولازم يكون وحده عاطفه تتدفق حلالا في بيتها لزوجها ولابنائها وبناتها واللي هي المراه. ولو كان ناقص العقل حلاوتها خليها بالعاطفه تاعها نحتاجوها منك. ما تسحقوهاش مستشاره، ما تسحقوهاش رئيسه، ما تسحقوهاش سلطانه، ما تسحقوهاش امراه من حديد. خليها بالانوثه والحلاله والنظافه تاعها والكلمات الطيبه تاعها. والرجل خليه بالرزانه تاعه. ولكن انت الان انت الان لازم لك المراه تفهمك باللي انت عندك اخطاء تاني. عندك امور تولي كتفل صغيره. انت كي تجوع تولي كي تفل صغيره تولي تشجع عليها حبه تاع الملح. فالمراه هنا تعرف معلاش ما تقولش هذا على جد ماكله عيط عليا تاخر خمس دقائق كان بالجوع يكون عند الرجال. الرجل اذا شوف عنده ثلاثه اشياء وانا تكلمت عليها من قبل. اذا دعا امراته لحاجته ورفضته فان ذلك يكسر خاطره بقوه. الامر الثاني اذا اصابه كان بالجوع. إذا أصيب الرجل بالجوع أنا شفنا في رمضان كيف هو في الصوم مش نعمل به. الأمر الثالث شنو هي؟ الأمر الثالث وهو أن هذا الرجل الذي تشوف فيه هدايا يعني قوي ما شاء الله لا يستطيع أن يقاوم النعاس والمرأة تقدر تقاوم النعاس. ما عندوش جلة النعاس يعني يذيبه النعاس. إذا كان أصابه النعاس ما تناقشيش معاه مسألة تاع دنيا تاع مستقبل هو راح يموت. خلاص راح يقول بدا يطفي ما تناقشيش معاه مساله والمراه تقدر تديك الموشك تاعك راهي تحت القدام دقيقه دقيقه تقول له ترقد اسمع لي بنو هنا يا ودي هذه مساله كبيره حطيها هنا بيعوا البربور ما بيعوهاش صف لي واحد القرود اسمع لي كان يربح يرقد يقعد لي بارك اسمه غمض عينه. لا لا تقول لك دوكا كي كنا نجي نهضر معاك انت ما تفهمنيش اسمع انا نركب في الخدمه ودوكا كي يجي اطلاق. شوف كيما حبسي حبسي كيما راك اختاري الوقت يكون رائق اختاري الوقت يكون يضحك اختاري الوقت وحاب يكسر وحاب يهضر ديري مليح بالك باللي هو ماهوش يتكلم معاك بزاف لانه هضر بزاف مرات كي يدخل الدار يحب يسكت. قدري الامر هذا لو كان نفهم بعضنا نعيشوا بالناس لو كان نفهم
هذا مش كما أنا تقول لها أنا مرأة تقدم كل شيء. شوف المرأة الرجل عنده تمركز والمرأة عندها انتشار يسموها امرأة انتشارية. المرأة تقدر شوف تقدر رأيت طيب رأيت نقي منه وطيب منه وكذا منه ورأيت عسل باش لكن حوالي جديد يتقسل ورأي دير التليفون المصيات وفي مبارك يتقسل معه عادي من الله تشكي في مواضيع كذا منه ومبروشية ماشية مش حاجة ورأيت قريفة طفل عادة قلتها مريم الله تسمى عادي ربي خالقها هذا بالقوة تحيح وما أجملها بهذا الطريق. والراجل بس الراجل كي تبدأ تقول أقول حبس أنا أتكلم في هذه حبسية هذه الراجل عنده التركيز إذا حد يتكلم على واحدة حاجة واحدة يبقى مركز في حاجة وكنت تدخل كله شوف كل أصبر أنا معسي نكمل معسي ما يقدرش يبوش مع زوجته ما يقدرش الراجل هذا طبعا إذا أنت ما تعاملش زوجتك مع عقليتك وهي ما تعاملش مع عقليتها لازم نفهمه بعضنا البعض لازم نفهمه باللي هي طبعها هكذا وأنا طبعي هكذا تقدر أن تكشف كلمة شريك عقلها تقدر بكلمة شريك عقلها ولذلك يجب علينا أن نفهم ولو كان زيد العقل وشوفها في هذه العلاقة مش حاب نكثر فيها شوف تعبيرات الأنثى التعبيرات تاعها غالبها باللسان واليد وتعبيرات الرجل بالأفعال الرجل يقدر عمره في حياته يقول زوجته أنا أحبك عمره في حياته يقول هاش عنده بالنسبة لي بالكعيب يعني يقول هاش بس تقدر تشوفه كان تشوفه شنو يدير أو يعبر بها عن حبك يشريها يجيبها يديها يحاولها يبكي عليها بالإلكتروني يبيعها بس ما يقولهاش الكلمة هذه ما يقدرش يقولها وهي تقول كان 20 سنة عمرها ما قالها بس يفعلها ما تسميهاش ولكن الرجال ما يقولوهاش احنا تزيدي يعني عيب شغل ما يقولهاش تسمى الآن والمرأة عندها عادي تقول زوجها كل يوم تقول هذا الكلام تقول كان نقوله ما يقولهاش الزوج بالنسبة له يفعل تشوف عنده احيانا امور تجي له ولا ما طيبش لي عشان ما نجحش نروح نتعشى مع بعض هي بدك هذا هو حاب يعبر لك اللي هو يحبك ما شاء الله في زوجته ولكن ما قالكش كلامك ولذلك لازم نراعي بان الزوج تعبيره بين افعاله وهذا غير لا عند زوجي ولا عندك ما فيش مشكل عادي لانه احنا هذه تختلف من مكان الى مكان واحنا المغاربه يعني المغرب العربي عاده في الجزائر خاصه ما عندناش تعبير كثير اما شيخ يعبروا عادي يكلموا يعني حتى في النداءات تاعهم يا حبيبي يا عزيزي يعيط اي واحد تاجر معاه حبيبي عزيزي كذا احنا ما عندناش هذه الالفاظ هذه العاطفيه كثير فطبيعتنا هكذا فالان هذا الطباع معرفه الامور هذه مهمه نعرف الامور هذه تحيي علينا وحده مشاكل كبار يروحوا كامل وهذه شوفوا واش قلت لكم كامله واش قلت لكم الان كلها جمعناها من اهل العلم والله بالادله من السنه والكتاب والله ولكن احنا الكلام او شيء الامر الاخر يا اخواني الكرام الذي يجعلنا نبني الاسره مليح هو السؤال ما هي ابعاد الاسره او ما هو الهدف من بناء الاسره انا نقول لك واحد الكلمه علاش انت تتزوج هذا هو الاساس هذا الاساس الرابع الذي يخلينا نقدر نكملوا في الحياه تاعنا نقدروا نبنوا اسره مليحه كاين اللي راهو يدير اسره كاين الناس بعض الناس يبني الاسره ماهوش عنده هدف هو انه امراه هذه عنده علاقه معها ولا تزوج بها وخلاص لا فكر معايا بعدها كي احتوا لي اب وانتم انتم زوجان تحبون بعضكم البعض ولكن احتوا لكم بعد اب وام تقدروا قادرين الاب وام تقدر انت تعيش تربي اولاد هذه الزوجه اللي جبتها انت تحبها تزوج بها هذه راح تربي لك اولاد وش راح تديروا على حتى تربي الاولاد تفتخروا بهم تفاخر بينكم كما قال تبارك وتعالى زينه فقط تمتعوا بهم تتفشش معاهم تلعب معاهم تلبسهم وتشوفهم قدامك يكبروا علاه الاولاد هذا باش تعطي لهم عنايه باش تجيب لهم شهادات ويكبروا تقول عندي ولادي قريب علاش راك تربي في الاولاد وش هو الهدف تاعك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما وش معناتها الإمامة؟ على ما قالش أئمة يعني جمع الإمام وش الإمام؟ أئمة على ما قالش واجعلنا للمتقين أئمة هذا هو الجمع للسياق اللغوي وهو يجعلنا للمتقين إماما وبعض الأئمة كي يدعيوا في دعاء الولود
يقول اجعلنا للمتقين ائمه، هي الايمان، ايمان بمعنى قدوه، اجعلنا قدوه، لذا قدوه يسجل عنك، اجعلنا للمتقين قدوه، يعني ابتدع، ارفع الهدف الاسمى فوق كامل. انا اليوم كي جيت طبقت ونخطب بنت الناس، ها انا وهي وكامل السلاله بتاعنا باش نولي قدوه رقم واحد، ارفع الفوق، هي بالوكم ايكم احسن عملا، ان هذا القران يهدي التي هي اقوى. اذا الان احسن واقوى وافضل، هذه ايش معناتها؟ معناتها ربي يقول لك دائما حاول تكون تكوى. هذه هي الانسان في حياته، هو المسلم، المسلم يبني نفسه على ان يكون الافضل. اذا انت الان انت تبني اسرتك لتكون قدوه لنا. قال انا اليوم راني في مجتمع فاسد، انا اليوم راح نتزوج نحصل نفسي، ونجيب لي بنت الحلال تحصل نفسها معايا، ونبني ذريه طيبه تكون قدوه وتصلح المجتمع. هذه الذريه هذه تكون مثال في الاخلاق، مثال في الدين، مثال في العلم، مثال في الهمه، مثال في الشرف، مثال في الفضيله. هذه الذريه اللي نحوسوا فيها، اسره تقدر بها المثل، ماشي المثل في ماذا؟ احسن بيت، احسن سياره، واحسن لباس. كاين ناس عندهم فخر يقول لك انا ولادي يلبسوا، شوف كي يروحوا على كي يدخلوا فيه، هي الزوجة اللي كتبها، هي زوجة وأم، يعني كاين أدوار، والزوجة عمرها ما تقدر تولي زوج، والزوج عمره يولي زوج، يعني الرجل ماشي اللي معاه، والمرأة ماشي اللي راجع. لازم نفهموا بأن الأدوار كل واحد في مكانه. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وقال الرجل مسؤول في آل بيته والمرأة مسؤولة في بيت زوجها. شوف كل واحد عنده مسؤوليته. الآن ما هي مسؤوليتك؟ ما هي مسؤوليتها؟ الله تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء. إذا من الذي يقود؟ الرجل. القيادة بالنسبة للرجل ما هي السيادة. لا تظن المرأة أنها الآن تدخل معها في منافسة على أن تحكم منه، ما كاين شيء يحكم. أنا لا أحكم، أنا أقول لازم واحد يقود. وربي جعل خصائص في الرجل تناسب قيادته. يعني بعض الرجال فقدوها اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الخصائص هذه ربي ذكرها في القرآن. بما فضل الله به بعضهم على بعض من الخصائص، وبما هذه الخصائص وبما أنفقوا من أموالهم. يعني الرجل لما كانت عنده في النفقة راح يولي هو يقدر يخدم أمه. والأمر الثاني، أنه بما بالنفقة اللي ينفق فيها ربي سبحانه وتعالى وكله باش يكون هو القائد، هو اللي يقود. هذه القيادة هذه راهي عبارة عن تكليف للرجل، أو يكلف فيها يمشي يمشي فيها، مش معناتها يزوق فيها هذا الحكم، لا. والمرأة ما تجيش لنفسه تقول له أنت أنا الحكم، مش أنت الحكم. وعلاه أنت تحكم؟ وعلاه أنت كذا وعلاه أنت كذا؟ لأن الرجل ربي سبحانه وتعالى جعل فيها التكليف على البصر. على البصر. أنا اليوم يسمع في كلامي ما يبداش يجيب صور سلبيه ويبدا يقول لك امسح انا نعرف رجالك ودار وكذا ودار وكذا، ما تكلمنيش على استثناءات، اتكلم على الاصل، اتكلم على بين الزين كما يقول. انا اتكلم على ربي كي يتكلم على الحاجه الاصل شنو هو. احنا كي فسدنا الان فسدنا ولينا نكذبوا ايات الله بالفساد تاعنا. هذه الاسره تمشي هكذا بطريقه ربي يرزقها. تعرف شنو اللي دار اللي خلق الاسره؟ ربي سبحانه وتعالى. روح قال القانون الداخلي تاعك. إذن ربي عز وجل قال الرجل اللي يروح يخدم يولي يتعامل يجيب ويقضي وكذا وكذا، ما دام هو اللي يتعامل هكذا، احنا عطينا له ماذا؟ عطينا له القياده في يده. القياده ماشي معناتها هي حق المراه، ماشي معناتها الاضطهاد. القياده هي بمعنى ان الراي الاخر يولي له، هو الذي يزوج ويطلق ابنته، وهو الذي رايه الذي يمشي في اذن زوجته، تخرج باذنه وتتصدق مالها، معناتها تتصدق استاذ ربما ما عندهاش يقنع، ربما يلعب بها، ربما عاطفة عاطفة العاطفة تاعها تغلب لها العاطفة تاعها الأخرى. فكانت هذه المرأة بعد ذلك تفعل أشياء يعني في غير محلها. الرجل ينظر إلى بعد، بعد عنده نظر بعدي أو معاشر أو شايف أو خدم أو شاف الدنيا، عنده البعد، يسمع الحكايات وشاف الناس كيفاش تلعبت لها،
تسمى كي يقول لك انا هذا ما نعطيلوش ما نعطيلوش، كي يقولها ما تخدش ليه ما تخدش ليه، هو عارف شنو يدير. هذا نتكلم على الانسان السوي، ماشي اللي يقولها لا لا ستار، لا لا ما تكلموش على الانسان، انا نتكلم على الانسان. قال لي ما تروحيش خليك على بالك خلاص، المره قلت هذا الراجل تاعي يضحك ما عارف على السلام خلاص، انا تحبس انا تحبس على ربي يحفظها في يده ربي من عنده، ما راحش يقول لك سكاره كل مره ما تخرجيش. هذاك امر ايه، هذاك انسان اخر، هذاك راه احنا نقول في البدايه كي نقول لك ما تزوجيش بها الانسان اللي راه جايبك في قهرك، احنا هذا في البدايه نقول لك ما تزوجيش بها. فالان انا نتكلم عن انسان معتدل، فالان لما المراه تلقى راح راحه كاين واحد دبر الحكمه، هو على بالك علاش نروح علاش نروح وش هو، ترتاح هي تدبر لها مرات حاجه اخرى، ترتاح عندها امور ترتاح فيهم. اليوم احنا هذا الفكر الانحلالي، الفكر هذا اللي راهو نصبحوا فيه في البلاطوات نتاع الاذاعات والقنوات والناس اللي راهي تبث السموم نتاعها الان، اللي باش يشجعوا في الطلاق ويشجعوا في تفكك الاسره. اليوم راهم يقولوا للمراه لازم تنافسيها، والراجل ينافس المراه، ولينا ملي كنت طفل صغير صغير نقول له شكون تحب باباك ولا يماك؟ وانا لازم باباك ولا يماك اللي ما يحبهمش في جوج. ولينا دخلنا في ماذا؟ التنافس. وحنا علاقة المرأة مع الرجل هي علاقة تكاملية، معناتها أنت كي تتزوج واش راح تقول للمرأة تاعك؟ راح تقول لها بلي شوفي كاين أمور ما ديريهم غير أنت، وهي تقول لك كاين أمور ما ديريهم غير أنت، ما يقدر عليهم غير أنت. إذا أنا نقولها بلا بيك أنا ما نعيش، وهي تقول لك بلا بيك أنا ما نعيش. تكامل، أنت تكمليني وأنا نكملك، يعني ماشي نكملك نحيط بالدنيا، معناتها نكملك نزيد لك النقائص تاعك نعاونك، وهي تكملك بمعنى انها تزيدك شرفا ورفعه وقوه. الان واحد يكمل واحد وبعد ذلك يكون الكمال موجود في البيت، كي يكون الكمال موجود في البيت تمشي. اما الان دخلنا في التنافس حتى في سحب الاولاد في المحطه، شكون تحب اكثر باباك ولا يماك؟ لازم تقول لي دبر راسك شكون ينقي لك انا، علاش تحب باباك اكثر؟ وباباه يقول شكون يجيب لك انا؟ شكون يشري لك هذيك النهار؟ انا، علاش تحب باباك اكثر؟ وعلاش ما نتنافسوا؟ ومن بعد يتنافسوا الزوجين فيما بينهما، يقول انتم كون جيتوا تتعبوا كيف حنايا ودرنا كذا وعملنا كذا ونربحوا ولا نجبدوا ولا كذا وكرا كيف انت كون جيتي في بلاصتي، وهي تقول له لا وكرا روح تقعد هنا وروح طيب كيما انا وعجل كيما انا ودير الاولاد وكنخليك ساعه في الاولاد تاكل راسك تحي شعرك. شوف هذا الامر هذا، انا ما نقدر نشوف كيف تقدري انت وانت ما تقدريش تقدر. اذا خليك في مكانك وانا خليني في مكانك، وعلاش هذا نفسه؟ علاه لازم المرأة تقول أنا لازم نكون هنا ولازم نكون هنا؟ علاش راكي قاعدة نفسي فيه أم يلعبوا بيه؟ أم يلعبوا بيك علاش حبت نفسي؟ وأنت لم تخلقي لهذا. ولذلك الآن يريدون أن يظهروا لنا امرأة لا تخرج رجال. المرأة اللي يلعبوا بها مستحيل تخرج رجال، مستحيل أبداً. والتفكك الأسري اليوم الاعداد والاحصائيات في الطلاق في بلدنا في السنتين الاخيرتين يتضاعف، يعني الطلاق حاجه كبيره كبيره كبيره، يعني شيء كبير. ومن وقت كورونا الى يومنا هذا الطلاق الذي وقع ربما اكثر من 10 سنوات ولا اكثر، يعني شيء عظيم. ولذلك يجب عليه انه ياخذ المخدرات وياخذ الشيء اللي يحتاجوه فيه في الحياه هذه، علاه؟ لاننا ماناش نمشي بطريقه بها، كلكم راعي كل واحد مسؤوليته. احنا بعد شويه ربيهم انت، هي ما رباكش هو ما رباهمش، هو اللي يدور كذا وسبك انت وسبك كذا وامام الاولاد احيانا، ويطيح قدر الوالدين ويولي لا تربيه ولا اسره ولا اي شيء. الامر الاخر يا اخواني الكرام هو ان يجب علينا ان يكون تقارب فكري بين الزوجين، لازم باش نقدر نمشي، يعني على الاقل يكون العقل المستوى العلمي تاع الزوجين يكون متقارب. حتى ولو كانت المراه قاريه بزاف والراجل مش قاري، ولا الراجل قاري والمراه مش قاريه، يحاولوا يتقاربوا في الافكار والاسره نتاعهم والحكايات نتاعهم. ومن هنا نذهب الى امر مهم جدا، وش هو ما هي مرجعيه التربيه والفكر في الاسره بصفه اخرى. خليني نسالك مليح، انت عندك عائله، عندك زوجه، عندك اولاد، منين راكم تتغذاو؟ ماشي الماكلة، الفكر تاعكم، العقلية تاعكم، منين راكم تتغذاو؟ هل تغذيكم الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو التي فيها التفاهة والسفاهة؟ هل تتغذون بالنميمة الموجودة في الأسر وغير ذلك؟
كيف راكم تتغداو؟ اما انكم تتغداو بكتاب الله، راكم تتغداو بحلقه الذكر، راك تمشي تلفت زوجتك ولادك ونمشي نصلي نجيب معاهم مع بعض نسمعوا خطبه نسمعوا درس نمشي نشوفوا حاجه نقراو شي نقراو كتاب نسمعوا درس مع بعض في الدار. هل راكم تقصروا في الدار مع بعض وتحكيوا وتمدد التجربه تاعك؟ شفت الاب لما يحكي عن مواقف ويمد التجربه مواقف ياخذ منه الدرس والايمان. مثلا في من الايام انفاق وربي عوض يحكي لولاده معليش قال انا يا ولدي في من الايام كان عندي غير هذا المبلغ وكان واحد الجار مريض وديته له. هي الاصل الحكايه تبقى بينك وبين الله يعني، بس انت كي تحكيها لولادك راح يضاعفك ربي اجل ان شاء الله. الان لما تحكي لهم حكايه كيما هذه وتقول لهم بلي انا كان عندي مبلغ ما عندناش باش ناكل وسمعت بلي الجار مريض ولا محتاج اكثر منه وعطيتهم له ربي عوضني اضعاف مضاعفه بعدها الاولاد راح ياخذوا منك درس في الانفاق. راح ياخذوا منك درس في الانفاق، هذه تغذيه. لما يكون معك اولادك وتميط اذك للمريض هذا درس في التغذيه. لما يشوفوا الوالدين كي يتلقاو الخبر تاع المصيبه يعرفوا كيف باش يصبروا عليه ويعرفوا واش يقول انا لله وانا راجعون او اي كلمه التي تفيد الصبر. والاولاد راهم يتفرجوا في اللقطه. هذا مورد من موارد التغذيه في التربيه. لما يشوفوا استجابه الوالدين عندما يؤذن للاذان يقول لك انا الوالد نتاعي ما نسمع عليه غير يؤذن يكون في الجامع هذا في الابن هذاك يتربى على هذه الطريقه. لما يشوفوا الانسان يحط كل شيء في يده وراح يصلي يفهموا وش معناتها يضحي الانسان ويترك الامر من اجل الله. هذا الدروس اليوميه لنعطوها لاولادنا يتغذوا بها. اما انك انت الان ولا الام في بيتها ما حاطه التليفون على الطفل يلعب به كما يحبوا الطفل صغير صغار دوك 3 سنين عامين يلعبوا بالتليفون ويعرفوا خير من عرفوا وعلاه هو يلعب في التليفون وعلاه تعلم هذا الكلام يقول خلي يسكت عليا الان ولا سلاح الان المهم هي اي شاريه واحد السن ذاتي مكذوب مخدوع سكات كاين سكات لا الطفل راه حاكم مكانه مسح التليفونات كما قال لي واحد قال لي خطبه دخلنا عند واحد عنده 5 اولاد قال لي دخلنا عنده السكات ما شاء الله اصبر بينا وبسرنا وحكينا وكذا بدا قلنا والله يبارك لك شحال عندك اولاد؟ ما عندكش اولاد قال لي عندي 5 قال قلنا والله يبارك ما شاء الله اولادك متربيين حس لها ما سمعناش قال لي لا محب واحد يحكم تليفون اسمك واحد يحكم تليفون ماشي متربيين راهم غايزين راهم بعاد راهم بعاد راهم ساكن فالان لما انت توكل ابنائك لغيرك يربونه هم الان راهم يعطونا قدوه في من؟ راقص عارض ازياء هو اللي يعلمهم دوكا يعلم في اولادنا كيفاش يلبسوا يعطي لهم اشياء الناس والعياذ بالله لا قيمه لهم في الحياه هم اللي الان راهم مؤثرين عند اولادنا لو كان تدخل اولادك في الهواتف وتقول وري لي وراك مابوني وراك مابوني راح تصيبك صدمه عظيمه جدا راح تفهم التوجه تاعك شوف اصدقائه في الهاتف الافتراضيين كما نقولوا حنايا وشوف واش راه يتبع الانسان وين راهو مشارك واش مصافحاته يتبع فيها كل يوم واش الفيديوهات اللي يخرجوا له تعرف التوجه تاع الانسان هذا راه ماشي فيق باللي هو راه ماشي في طريق وانت ماشي في طريق ولذلك الان حنا التغذيه المصدر تاع التغذيه تاع التربيه تاع اولادنا لازم نكونوا حريصين عليهم انا تعجب من والدي لو كان يكون البرد عندنا البرد يهبط تحت درجة صفر تلقى الأب ولا الأم لو كان تكون فتحة صغيرة تاع سنتين في الدار تدخل البرد يروح يغلقها بصح كي يكون عندنا فتحات كبيرة خلق عظيم جدا في حياتنا اليومية راهو يدخل بيوتنا وأبنائنا وبناتنا وراهم يتفرجوا في أشياء هذا ما نفكروش فيه أنا نفكروا غير في البرد وما يموتوش يموتوا في السقف ما يموتوش لازم ولذلك الان احنا ما ماناش فاهمين ما معنى التربيه. التربيه ماهيش رعايه، التربيه هي عندها اهداف اكثر. شوف الان الراعي لو كان تجيب اب وراعي تاع الغنم، راعي يرعى الغنم واب عنده اولاد، عنده الاولاد ذكور واناث. هذا مسافر واحد يقول انا نوكل اولادي وانت الراعي توكل الغنم، نوكل انت تشربهم انا ثاني يقول لك انا نشرب الغنم. وانت الاولاد باش تقول لهم يقول لك انا نلبسهم راني قايم بهم نجيب لهم الماكله كل شيء راني كبرتهم والفراش يبدو عندهم فاصل ودافيه كذا راه يقول لك انا ثاني
راني ديرهم أكل تحمي يرقدوا سريبا يرقدوا ما شاء الله. وقولوا له أنت يا فلان يا أيها الأب إذا مرضوا ولادك تعالجهم. راعي يمكن تاني ولا عندنا مرضوا ندير معك فيتيرينا. فيتيرينا نديهم عند الطبيب يبغى يطاري ويداوي وعلى هذه. وكي يقبلهم الصوف نجزهم والآخرين كي يكبروا أريدهم يحفف لهم على الحفاف. وش الفرق؟ وش الفرق بينك وبين راعي تعالج؟ كاين فرق. هل نتلف في الدين تكريتات وقلي كيف أنني عندهم مبادئ راني معلم أولادي علاش راهم عايشين راني معلم أولادي باش يعيشوا باش يسكوا جهنم ويدخلوا الجنة راني مربي أولادي باش يكونوا عمرا ثاني ليا باش يكونوا ناس صالحين هذه هي الحاجة الوحيدة اللي تفرقنا بيننا وبين راعي تعالج هذا ما كان إذ أما الإنسان لي راه يقول لك انا الحمد لله وكلته والله غير تشوف شريت لهم وتعبت وتعريت باش تلبسوا هما وكان ايه زيد كمل واش درت لهم ثاني؟ رفدتوا لي منكم وانتم بدون جامع لا لا ما درت والو ما درت والو وتعريت وتحفيت ما درت والو كان يدخلوا لي لك الحبس ويتناول المخدرات ويبقى دائما في فاس لانك انت عمرك ما قعدت مع ولادك عمرك ما عطيت كلمه طيبه لولادك عمرك ما ربيت ولادك على الخير عمرك ما لفتهم يلا الجمعة مع بعض يلا نصلوا درس مع بعض يلا نقعدوا نصلوا مع بعض ما خليتش الخير في ولادك راك ولادك عمليتك مع ولادك غير التربية تاعك راعي غنم هذا ما كان هذا هو الخير اللي رانا حنا عندنا خير شهادات وكنا شربنا وايه وما يسدد كمل كمل هل علمت كلمة طيبة؟ أريدك شوف يدخل بالدار يدخل بالدار ارجع عاود قول له عاود ارجع قلنا السلام عليكم تربية كن حريص حريص كن حاضر دوكا عندنا الأب والأم الحاضرة غضبا في التليفونات حتى ولا كاين طلاق عاطفي بين زوج وزوجة وهذا بالتليفون وهي بالتليفون ولا شيء بيناتهم خلاص راحت كل واحد ينغص برودة برودة عاطفية بين زوجين كل واحد راح بيه ولد وبعد ذلك هما الناس الأولاد هذوك بيشوفوا الوالدين غايبين التليفون كل واحد لاهي بالتليفونات ولا نهار كامل هو يزار في كيما يقولوا هنايا ويشوف الفيديوهات ويطلع صاحبه هذاك هذا 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 وهي لاهيه هو لاهي وداري لاهيين كاننا ما عندناش حق العطاء كاننا كل واحد راه عايش وهذا مشكله كبيره يا اخواني الكرام بس الله يعفو عنا يسمح لي هو اهم شيء انا خليته مع الاخر باش نختم به اهم شيء هو الدعاء الدعاء اصلح لي واصلح لي في ذريتي ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي شوف قال ربي أوزعني على شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي لازم هذا لازم تحفظ الدين والدنيا تاع ولادك تكون صالح وأصلح لهم بالدعاء ووكلهم الحلال لذلك كان آباؤنا ما كانش يقراوا وخرجوا العلماء منين خرجوا العلماء؟ من عند والدين اميين كانوا هذوك الوالدين ما يعرفوهم مسكين يقول لك انا ما دام نعرف والو على الاقل نحل نحمل غير بطوله الحلال بالحلال ولا من الصالحين يا ايها الرسول قولوا من الطيبات واعملوا صالحا كل الحلال تريد تخدم الصالحات اذا احنا بحاجه الى ماذا؟ اننا نكون حاضرين شوف خارج الطفله على كي لابسها هذا هي بسيط غيره على كي تزيني في هذوك الاشياء لمن؟ وراه رايح البنت هذه يحب الخدمه يروح يراقب يشوف الامور ماشي حتى توقع الفاس في راسك وبعد يقول الطفله جات العين ما نقولش هذا انا نكون حريص وبعد ذلك قدر الله الحمد لله امام الله قلت لك امام الله راك انسان حريص ونسال الله يصلح حالنا ويصلح ذرينا ويعفو عنا ويحفظهم من كل شر ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين